قرأت أحد التجارب الممتعة لجامعة ماليزية أدخلت طلابها في مسابقة لأفكار لصناعة البهجة وإدخال السرور على الآخرين، وحددت الآخرين دول إن هم يكونوا الطلاب المغتربين اللي جايين من بلاد تانية يدرسوا في ماليزيا وعايشين لوحدهم، واشترطت إن الأفكار دي لصناعة البهجة تبقى سهلة ورخيصة وفي متناول الجميع. طالب ماليزي اختار جاره الهندي طالب الطب اللي عايش لوحده منغلق على نفسه وما عندوش أصدقاء ونادراً ما بنشوفه بيبتسم، قرر إن هو يشعره بالاهتمام. أول يوم ساب له رسالة على ورقة صفرة كده لزقها له على الكمبيوتر بتاعه، كتب له عليها: كان نفسي من وانا صغير أطلع طبيب زيك، لكني ضعيف في مواد العلوم وانت ربنا رزقك الذكاء وانت هتسهم بالذكاء ده في إسعاد البشرية. اليوم الثاني جاب له طاقية ماليزية بسيطة وحطها له على أكرة الباب وكتب له عليها كده بورقة: أتمنى أن تنال إعجابك. بدأ الولد الهندي اللي بيدرس طب الوحيد المنطوي يصور الهدايا ويحطها على الفيسبوك. بدأ أبوي يعلق له: واضح إن الناس معجبة بشخصيتك، كمل وشرفنا أكتر. بدأت الناس تخش على صفحته وتقول له: يا ترى هيجيب لك إيه النهاردة؟ مرة قلم جاف ومكتوب جنبه على ورقة: أعلم أن دارسي الطب مشغولون، فلو فرغ القلم من الحبر فلا تضيع وقتك واستعمل قلمي. بعد شهرين اتقلب الطالب الانطوائي ده لحديث الجامعة، وإدارة الجامعة طلبت منه يحكي تجربته على مسرح الجامعة وإزاي أثرت فيه. المفاجأة إن الهدايا البسيطة دي خلته يغير قراره بعد ما اكتئب وكان هيسيب الجامعة ويرجع بلده بسبب الاكتئاب والوحدة. صناعة البهجة في مقدمة الأعمال الصالحة اللي هتشوف بسببها مفاجآت يوم القيامة، لأنها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب الأعمال إلى الله، إدخال السرور. مش بس كده، ده عملوا دراسة على أكتر من 50 موظف، ادوهم مكافأة نهاية العام وخلوهم يشتروا هدايا ويدوها الناس ويشوف البسمة في وجوههم، فلقوا إن الهدايا دي لما تشتريها وتديها لحد وتشوف الضحكة في عينيه بتدخل عليك سرور أكتر من لو أنت الهدية دي جبتها لنفسك بنفس القيمة بالظبط. سبحان الله، ده مش كلام جديد، ده أصل في ديننا. الإمام مالك رحمة الله عليه سئل: أي الأعمال تحب؟ قال: إدخال السرور على المسلمين، وإني نذرت نفسي أن أفرج الكربات. وكأن الإمام مالك لما درس العلم الشرعي عرف فين رضا ربنا، فنظر نفسه عشان يفرج كروبات الناس، تسد الدين عن واحد الدين ده بيذله، تجيب له دواء لعياله كان كاسر قلبه انه مش قادر يجيبه، تكلم له حد يساعده بطريقة مشروعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. سلفت واحد 100 جنيه للخميس الجاي، من النهاردة للخميس الجاي كل يوم أكنك بتتصدق 100 جنيه في سبيل الله. لو جه الخميس واعتذر لك وكان صادق قلت له للخميس اللي بعديه، كل يوم من بعد كده أكنك بتطلع 200 جنيه في سبيل الله، عشان أنت أنظرت هذا المعسر وفرجت كربته. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه في المال كان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فعلينا، ومن ترك مالا فلورثته. فاللي يموت مديون سيدنا النبي يسدد عنه، واللي يموت معه فلوس ياخدوها الورثة. من ضمن على فكرة المساعدات اللي بتصنع البهجة للي حواليك إنك تدعمهم دعم وجداني من مشاعرك، ودي صفة الأنبياء، إنك تديهم للي حواليك يعني مساحة من صدرك، تتصدق بسعة صدرك لاستيعاب همومهم، كأنك بتقوله: خد من قلبي حطه جنب قلبك كده ونقسم الهم ما بين قلوبنا، كأنك بتقول له: شيلني معاك همك. ودي صعبة جدا في الزمن دي، ولا يفعلها إلا الصالحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قسم وقته إلى 3 أوقات: وقت لأهله، ووقت لنفسه، ووقت لربه، ثم قسم وقت نفسه بينه وبين الناس صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة من الدعم الوجداني إنك تشجع اللي قدامك تكسبه الثقة. في ناس كتير قوي مكتئبة لما بتشجعها بتطلع من أحزانها. سيدنا عمر بن الخطاب قاعد مع أصحابه فيقول لهم: يلا تمنوا. فواحد قال: أنا عايز أتمنى أن يكون هذا البيت مليء بالدراهم حتى أنفقها في سبيل الله. قال تمنوا تاني، فقام واحد تاني: أنا عايز البيت ده مليء بالذهب أنفقها في سبيل الله. وبعدين واحد تالت: عايز كل البيت ده جواهر أنفقها في سبيل الله.
ثم قال عمر: لكني أتمنى أن يكون هذا البيت ممتلئ بالرجال مثل أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة ابن اليمان، أستعملهم في طاعة الله. عايزك تتصور وأبو عبيدة وحذيفة ومعاذ قاعدين وسمعين الكلام ده، إيه كم الانتعاش النفسي والسكينة والسعادة لما يعرفوا أن عمر يتمنى الناس كلها تبقى زيهم. ادعم اللي حواليك وجدانيا وحللهم مشاكلهم، لعل ده يساهم في صناعة البهجة اللي هي أحب الأعمال إلى الله. فاللهم يا رب ائذن لنا بأن يصل عونك إلى عبادك عن طريقنا، وأعطنا من الأرزاق ما نسعد به غيرنا، واشرح صدورنا أن نفعل ذلك بنفس راضية.